والله الناس تريد تنتخب تغير هالوجوه الموجوده هسه على غير وجوه جديده، يعني بلكي يعمل مستقبل لهالناس هذه لهالبلد هذا، ما ظل هالشكل يعني، اريد اغير وجوه يعني. الفترات السابقه ما شو تمشي؟ والله ما شانك شيء، كله ماكو شيء ابد ملموس، ابد ماكو شيء ملموس ابد. مثل ايش اللي كنتم تتمنونه يتحقق وتطلبونه وما صار؟ هو واجبهم وما نفذوه. والله مثلا اعمار البلد، شغل، عمل للناس، راحه للناس، ماكو ماكو. ايه تصور انه بعض المغريات اللي الماديه والعينيه هاي راح تاثر على سير الانتخابات، لو راح تجري بشكل صحيح واختيار الاشخاص المناسبين. لا اشخاص مناسبين ان شاء الله، ويديرون البلد ويعمرون البلد لنا والمستقبل اولادنا همينا يعني. ما حدثت بكم المغريات خلينا نقول الماليه عينية. لا نحن بعقلنا وفكرنا ونختار الواحد الشيء اللي يفيدنا يعني. والله الناس تريد تغير الوجوه القديمه، لانه كل شيء ما استفادت من القديمه. وستا خاطر الاطفال، خاطر العالم، خاطر الناس اليتامى، المدينه القديمه يغالى تعمير دحق عليها هاي الوجوه قدامك كلها. يعني نحن نريد نبدل الوجوه الموجوده هسه اللي كل شيء ما فادتنا. ونريد نشوف انه صوره حل هذا البلد، هذا العالم، الامه. طيب تتصور انه راح تاثر عليكم المغريات الماديه الماليه؟ والله لا اختيار حسب القناعه. لا الماديه نحن ما كل الشغلات ماده، ما كل الشغلات ماده حبيبي. نريد كل من ذاته يعني. هو انت عشوف هذا غلط، علاش تكرره مره ثانيه؟ هاي امانه تعتبرها؟ اي طبعا امانه. والله هو لازم تغيير، لازم يصير تغيير بالبلد. سبب يعني تريدون تغيير؟ والله السبب يعني ماكو راحه للبلد ماكو. يعني ما شفتم شيء بالنسبه للاعمار، المشاريع، كذا؟ والله كل شيء ماكو لحد الان، كل شيء ماكو. راح تاثر عليكم هذا ابن عمي وهذا من خالي وهذا قرايبي، لو راح تختارون الاشخاص المناسبين طبعاً اللي تخدم البلد. طبعا اشخاص مناسبين يخدمون البلد لازم، ما يصير اي واحد يجي حتى لو كان قرايبك. حتى لو كان قرايبي ما يخدم، ما اذا ما يخدمنا ما يفيدنا. لازم واحد، لازم تغيير.